هنا عجينه الطرد عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، نص كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودره، بيضه الاثنين، فانيليا ورشه ملح وبيكنج باودر، دي معلقه، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. الحشوه اللي هحطها هنا دي عباره عن ايه؟ تين اقطعاه اربع كده او انصاص، بس يعني اصغر طبعا، يعني خليه حاجه صغيره مش انصاص، ومعلقه كبيره من الجيلاتين، ونص كوبايه سكر وعصير ليمونه. هحط التين كده هنا، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر دي على كيلو لربع تين، يعني كميه التين كبيره، مش انا بعملهاش مربى، انا مش بعملها مربى، ماشي؟ يا دوب بس اسيحها. وبرده نص ليمونه، مش كتير، كام نقطه كده، هنا مش كتير خالص، تمام. هسيبها بس تغلي غلوه، ماشي، وهروح حطلها الايه؟ الجيلاتين، اربط بالجيلاتين، كاني بربط دشا بس بربط الجيلاتين، خلاص؟ نيجي بقى للايه؟ وهي على النار كده نعمل العجينه بتاعت الطرد. عجينه الطرد. نص كوبايه من الزبده. نص كوبايه من الزبده. أو السمنة مش مشكلة، اللي يريحك. نص كوباية سكر بودرة. نقلبهم مع بعض. بصوا كده أنا فردت بقى العجين كده بالشكل ده، وابدا انزل بقى ايه؟ التين اللي بالجيلاتين ده، افرده كده، واروح مدخلاها الفرن، ماشي، وادخلها الفرن على 180 درجه على الرف الوسطاني.